فقط في العراق. إذا أراد الإيراني أن يزور قبر حزرة علي يدزوا له جواز عراقي والحد بيته، وإذا أراد أن يزور قبر حزرة حسين يدزوا له الجنسية العراقية وهو قاعد ببيته. بس إذا تلفت هوية العراقي أو ضاعت يصمتون أبو بالدوائر والمراجعات والرشاوي، ويا تمشي شغلته يا ما تمشي. هذا هو العراق. وبس بالعراق تلقى ناس ولائهم للغريب اللي دمر بلدهم وما عندهم أي ولاء للعراق بلدهم. وإذا ما كنتم متأكدين من كلامي تابعوا هذا الفيديو إلى نهايته وشوفوا الدليل بعيونكم. تحياتي.